كلام كتير جدا جدا حصل امبارح في السوشيال ميديا، ومشاكل غريبة حصلت وحاجات انا مستنكرها تماما حصلت. فتعالى كده سريعا ندخل في تفاصيل الحلقة، بس قبل ندخل في تفاصيل الحلقة ونعرف كل الاخبار استأذنك لأول مرة تشوفنا ما تنساش في زر تحت احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوس على الزرار ده وفعل الجرس اللي جنبه عشان يوصلك كل جديد، ولو انت قديم او جديد اعمل لايك على الفيديو مستني تعليقك على محتوى الفيديو. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجه يمكن حسين الشحات، طبعا ربنا رب يتمش على خير ويعود للملاعب قريبا باذن الله، وباذن الله يعني يرجع افضل من الاول. ومحدش يستغرب كلامي، محدش يقول انت ازاي زملكاوي وبتتمنى اللاعب من الاهلي ان هو يرجع احسن من الاول. اقول لك يعني في الاخر احنا بني ادمين، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك، اهلي وزمالك ده في الملعب، لكن ده بني ادمين، واحد عمل عمليه فتاء ربنا يشفيه ويعافيه يرجع احسن من الاول، لان ده اكل عيشه، فبتمنى له الخير في اكل عيشه وفي رزقه. فمحدش يجي يقول لي ده اهلاوي، مفيش حاجه اسمها اهلاوي وزملكاوي، ده راجل كان عيان ورب ان شاء الله يخف ويرجع في اكل عيشه يبدع ويبقى زي الفل ولا اي حاجه. فيمكن نشر كذا صوره ليه على الانستجرام، ودخلوا لعيبه كتير جدا فرحانين بيه بيقولوا الحمد لله على السلامه، ومعظم اللعيبه المصريين مش اهلي بس ولا زمالك بس ولا الكلام ده كله، لا الناس كلها. ويمكن كمان كان شيكابالا احد هؤلاء اللاعبين اللي تمنى لحسين الشحات الرجوع ان شاء الله بكل سلامه، وقال له الحمد لله على السلامه وفرح ان الراجل رجع يعني. وطبعا حسين الشحات رد عليه في كومنت بعديه وقال له يعني شكره ان هو بيتمنى له الخير والسلام. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان احد المشجعين، يعني هو باين ان هو اهلاوي لان هو داخل بيشتم في شيكابالا وبتاع، فما فيش حد زملكاوي بيشتم في شيكابالا مثلا ولا حد اهلاوي بيشتم في حسين الشحات. فدخل عمال يشتم في شيكابالا ويكرر الشتيمه والكلام ده كله. انا شايف النوعيه دي من الناس عايزه تتعالج سواء اهلاوي او زملكاوي. لو انت من الناس اللي بتشتم في اللعيبه عمال على بطال، او بتشتم في خلق الله عمال على بطال علشان كوره قدم، تبقى انت انسان عايز تتعالج ولازم تروح تتعالج. يعني الموضوع ما فيهوش اي فكره، لان لا للتعصب ولا للشتيمه لا لقله الادب لا للتهزيء لا لاي حاجه. وانتوا عارفين موقفي من اول ما فتحت القناه من اي حد بيشتم او بيسب او بيعمل، عارفين موقفي من كل الناس اللي بتشتم، مش هنقعد نعيدهم واحد واحد سواء زملكاوي او اهلاوي او سواء في اداره الاهلي او في اداره الزمالك او في، طبعا واحد يروح لقط مني كلمه يقول لي اداره الاهلي ما بتشتمش، انا بتكلم في العموم. انا لما حد في اداره الزمالك بيطلع يشتم بتكلم بقول ما ينفعش الشتيمه دي، ما ينفعش حد يطلع يشتم، ما ينفعش مثلا رئيس نادي الزمالك يكون على مباراه نادي الزمالك ويطلع يشتم او يهين حد او يقول كذا، او ما ينفعش ابدا. في فيديوهات بنشوفها الرئيس نادي الزمالك بيبقى فيها شتيمه او يقول يا ابن الكذا او ابن الكذا، انا ضد ده تماما وده غلط جدا. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها شتيمه في كره القدم. وليه شتيمه اصلا؟ ليه نشتم بعض؟ المهم دخل كابتن حسين الشحات باخلاقه العاليه، راجل محترم، دخل راح يعني عنف المشجع الاهلاوي وقال له انت كده حلو يعني لما تعمل كده، انت كده جميل يعني بعيدا عن اهلي وزمالك انت كده شايف نفسك حلو، الكلام ده كله في الملعب واللي بيحصل ده في الملعب، لكن اللعيبه دي كلها بره الملعب محترمين وكويسين وعندهم اخلاقهم عاليه بلا استثناء سواء اهلي او زمالك او كله. يمكن كان في اشاره من احد الجماهير الاهلاويه اللي هو شتم شيكابالا ان هو انت مش عارف بتهني مين او بتعمل ايه، ما انت رحت الملعب وفي السوبر وعملت اشارات بذيئه لجماهير الاهلي والكلام ده كله. فحسين الشحات بيرد بيقول دي نفذت ملعب وده حاجات ملعب مش هنخرجها بره، الناس دي كلها محترمين بره وكويسين بره، وما اسمحلكش انك تشتم شيكابالا وانت كده حلو يعني انت كده جميل لما عملت كده. انا شايف حسين الشحات راجل يترفع ليه القبعه. انا بقول تاني، اي حد من الجماهير عامه زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي طنطاوي باي بتنجان، اي حد من الجماهير بيشتم لاعب على السوشيال ميديا او بيشتم اخوه او صاحبه اللي بينتمي انتماء اخر، يعني زملكاوي بيشتم اهلاوي اهلاوي بيشتم زملكاوي، ده انسان عايز يتعالج ما فيهاش اي حاجه تانية. زي بالظبط نفس الانسان اللي عايز يتعالج ده اللي بيروح يروح الناحيه التانية يروح عامل مشاكل ومتخانق مع صاحبه وقريبه وحبيبه ومتخانق مع ابن خالته وابن عمه وحاجات كده غريبه بنشوفها. ربنا رب يعني ايه ينجدنا منها وينجينا منها يعني، والناس دي بقى ايه تهدى كده شويه.
ده كان الخبر الحلو بالنسبه لي، ان اخلاق حسين الشحات العاليه قدر ان هو يعني يرد على الناس اللي بتسيء لشيكابالا وياخد له حقه من الشتيمه.